نرحب بضيفينا في الاستوديو أماني عبد الله منظمة رحلات هايكينج ومروان الشاطري أيضا منظم رحلات هايكينج. يا صباح الخيرات نورتونا. يا صباح النور وصباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، شكرا لإتاحة هذه الفرصة لنا. حياكم الله. حبدأ معك مروان، نتكلم عن فكرة الهايكينج وفكرة دخولكم هذا المجال. في البداية الهايكينج بشكل عام هي رياضة من ضمن رياضات متعددة الشاب السعودي دائما بشكل دائم يمارسها. احنا كفريق الهايكينج هو فعالية من ضمن الفعاليات اللي احنا نقدمها. طبعا زي ما انتم عارفين الفترة القادمة صار في توجه للسياحة الداخلية، سياحة داخل المملكة، فهذا كان جانبنا من المساهمة في تطوير هذه السياحة، هو إنشاء فرق تكون فيها فعاليات متنوعة من ضمنها فعالية الهايكينج. الفعاليات عندنا يعني طبيعتنا أو طبيعة السياحة عندنا في المملكة العربية السعودية تحتاج منا أن ندمج السياحة بأكثر من فعالية، سواء كانت هايكينج، رحلات سياحية بالإضافة إلى ستاند أب كوميدي داخل الرحلة السياحية، فعاليات كثير متنوعة نقدر في الأخير نطلع برحلة سياحية متكاملة كباكج تنال على رضا واستحسان السائح أو الزائر، وتكون متنوعة عن صحيح. رحلات أخرى. فإحنا مو محصورين في الهايكينج فقط، إحنا نسوي فعالية اللي هي هايكينج بالإضافة إلى فعاليات متعددة. طبعا كل فرق الهايكينج طبعا هي تميل لهذا النهج في تقديم رحلاتها، لكن احنا تقريبا هذا هدفنا وهذه رؤيتنا ان احنا نسوي رحلات سياحيه. نعم. متنوعة. يعني حول هذا الهدف اماني ابغى ارجع لبدايات الهايكينج، يمكن الانطباع عنها انها رحلات لافريقيا خاصه ورحلات رياضيه وفيها طابع اجتماعي ومتشابه، يمشون لهم مسافه وبعدين يتعشون مشاوي ويرجعون. ما في الانفتاح الكبير انه تكون طبعا هذه الفرق للجميع. اليوم وش واقعها وهدفكم في هذا الواقع تغييرا، انه فعلا تكون الرساله انه الهايكينج للجميع وعدد من المفاهيم الترفيهيه وحتى الثقافيه في داخله. رياضه الهايكينج هي رياضه من عده رياضات من يعني المفروض ان نقويها وننميها في المجتمع عندنا، منها المشي، في اشياء سياكل، في اشياء كثيره، فهذه الاشياء تحتاج ان احنا نركز عليها في الرحلات السياحيه. وثقافة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تختلف تماما عن الرياضة في النوادي أو الأماكن المسكرة. تكتشف بلدك، تشوف الأماكن الحلوة، تشوف الطبيعة. تمارسها لساعات طويلة أنت ما تحس، يعني ممكن تمشي ساعتين هايكينج أنت ما تحس، في النادي ما تقدر تكمل ساعة. فهي الفكرة ما هو بس أنه يلا يعني مثلا نتعب ولا نسوي جهد، لا نبغاكم تستمتعون. فكرة الاستمتاع، تشوفون مناظر حلوة، عينك تشوف شيء ما شافته مرة ثانية غير مكرر. عندنا مناظر في الرياض وفي السعودية عموما خيالية، منها جبال طويق، جهة العمارية، من عندنا نهاية العالم، عندنا منطقة نبيع الجنة، ما أعرف إذا سمعتوا فيها، فعندنا مناطق جدا جميلة، أصبع فيصل، عندنا يعني مناطق يعني مختلفة التضاريس، من صخرية رملية، كل منطقة لها طابعها والرياضة اللي نقدر نمارسها فيها. وما تقتصر فقط على الهايكينج، الهايكينج حلو في المنطقة الصخرية، مثلا الرمل لا حلو المشي، اليوغا، البيلاتس، التزلج على الرمال، ممارسة اللي هو التطعيس والدبابات والأشياء هذه. ففي كثير، كل منطقة وكلها موجودة عندنا، كلها موجودة متوفرة، ويعني البلد فيها أشياء جدا جميلة. حتى لو نروح مناطق البحرية هنا بيختلف الكلام طبعا، في غوص وفي أشياء كثير جميلة. يعني أتفق معك جدا في موضوع أنه عندنا أماكن رائعة يمكن حتى ما نعرف عنها الكثير. ويمكن هذا كان تحدي لكم، أنه كيف تحققوا أنه رحلة مختلفة، مكان مختلف، بفعاليات مختلفة. هذه الخطة كيف أماني تعلمتوا أنه تضعوا خطة لرحلة كاملة مناسبة للفريق اللي معاكم؟ يختلف مثلا، أنا عندي فريق آيكون، فريق نسائي، أنا مكونة الفريق من القادة إلى المنظمين إلى الليدرز، كل اللي موجودين عندي بنات، إلى السائقات برضو بنات، فالستاف كله بنات. الحين الحمد لله تمكين المرأة ودعم المرأة ودعم محمد بن سلمان للمرأة، وأن تمكننا من نقدر نحقق كل شيء، فكان سهل جدا علي أني أكون فريق زي كذا، كان سهل جدا أني أبني الفريق هذا، وكان متمكن، كل البنات جاهزين،
كل البنات اللي اشتغلت معاهم واحنا مجموعة كلهم مستعدين، بس كانوا يحتاجون اللي الدفعة هذه اللي او القوة، يعني عارف اللي كذا تحتاجي احد يقول لك يلا نقدر نسوي هذا الشيء مع بعض. فبدينا مع بعض وجروب النساء رحلات النسائية يحتاجون حاجة مكان شوية خاص فيهم، ياخذون راحتهم فيه، يمارسون الرياضة في مكان مفتوح مختلف يعني عن الأماكن الثانية معتادة عليها، يجون مع أطفالهم، يكون مكان مريح إنهم يجون معهم أطفالهم أعمار مع أمها مع أهلهم. فعادي أنا جوني ناس معهم أمهاتهم ما شاء الله أمهاتهم حلو. كبار يعني ومارسنا الهايكينج، مارسنا اليوغا، فنون، رسم، كل الفعاليات هذه. هذا اللي كنت أقصده أنه اليوم في فعاليات متنوعة مو مكان محدود لا في استكشاف. طب أعطينا نبدأ عن الأماكن اللي ذكرتها، طبعا منها ينبيع الجنة وأيضا المكان الآخر اللي هو إيش؟ اللي هو أصبع فيصل. أيه. إيش هي الأماكن هذه؟ أنا أول مرة أسمعها. أيوه. الرياض موجودة. أنا ممكن بقول لك عن طبيعتنا إحنا داخل المملكة العربية السعودية، وبالخصوص هنقول طبيعتنا داخل نجد. في مجال السياحة أنت ما أنت محتاج إلى خضرة، ولا أنت محتاج إلى أماكن سياحية زي ما عندنا صورة نمطية أن هذا مكان سياحي يكون لازم لونه أخضر في أنهار وفي شلالات. أنت في مجال السياحة المعيار الوحيد هو أنت كيف تقدر توظف الأشياء اللي موجودة عندك. الأودية طبعاً ممكن أنت الوادي هذا مريت عليه أكثر من مرة، لكن إطلاق التسمية عليه باسم ينابيع الجنة بمنظر معين، بزاوية معينة، بمسار معين مرسوم، لما تمشي مع هذا المسار، لما أقول لك إن هذا ينابيع الجنة، أوكي ينابيع الجنة. سبب للتسمية هذا مننا احنا اذا يعني اللي رحنا وشفنا المكان واكتشفناه ومشينا فيه مسارات كثيرة. الحجر ابيض من فوق، ولما ينكسر الحجر ملون يشبه هذا تقريبا، هذه واحدة من الاشياء اللي اخذتها من هناك. جميل. بعدين في المطر وبعد المطر في زي التجمعات المياه تصير بين الصخور، ما هي بين التربة، ما هي زي المعتاد زي الاودية، بين الصخور، الصخرة مجوفة كذا كأنها مكان جاهز انه يحتوي على الموية. وفي وقت المطر كذا وبعد المطر تبدأ تخضر شوي منطقة ويصير فيها موية. فاحنا يعني من كثر ما نشوف ما لها اسم غير ينابيع الجنة، فعلا جميلة جدا. وين مكانها؟ في العمارية. في العمارية. العمارية بحر، العمارية فتنة. يعني فعلا فيها أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. مكان جميل جدا. جدا. وتنوع التضاريس اللي موجود عندنا في المملكة العربية السعودية يمكننا بأن نكون وجهة سياحية. إحنا شبابنا جاهزين، المناطق السياحية جاهزة عندنا، البنية التحتية عندنا يعني جميلة، في مواصلات، طرق، أماكن ترفيه متواجدة قريبة برضو الأماكن هذه السياحية. والأهم الأمان، تقدر تطلع زي ما قلت لك تستمتع يعني كنا نسوي رحلات سياحية ما تعرضنا اللهم لك الحمد يمكن لي في المجال هذا سنتين ما تعرضنا لمشكلة واحدة أذكر أنها استدعت تدخل مثلا أحد أو طلب أحد. فالمكان آمن جدا، البنية التحتية جميلة، طبيعتنا جميلة. لازم نوظف طبيعتنا في مجال السياحة لأنه الهدف واحد، هو الاستمتاع بالأماكن الطبيعية والخلابة وثقافاتنا المختلفة هذه. صحيح. لازم نستمتع بها وأنه نكون عارفين أنه عندنا أماكن مختلفة. خلونا نتكلم شوي عن جزء التدابير الاحترازية والوقائية خاصة مع وضع كورونا، كيف الرحلات في ظل وضع كورونا والجائحة؟ طبعا بعد توجيه الوزارة بأن يجب أن الاجتماعات ما تتجاوز 50 شخص، هذا الشيء يعني تطلب أن حنا نحد مشتركينا إلى أقل من 50 شخص، لأن بنضيف بعدها عدد المنظمين وعدد القادة داخل المسار وداخل الرحلة. فصحيح كان الموضوع متعب شوي، لكن في الأخير لما نشوف أن الموضوع هذا يخدم المصلحة العامة بأن جالسين نحد من انتشار هذا الفيروس، لا ممكن نتحمل التعب الفترة هذه. بعدها يعني ممكن نطلع برحلات فيها 100 مشترك، فيها 150 مشترك، فائدة كبيرة لنا، فائدة كبيرة لما نطلع بمجموعة كبيرة يكون نرى فيها قدراتنا وتنظيمنا للمجموعات الكبيرة. لكن في الأخير لما تنظر للمصلحة العامة تكتشف أنه 50 شخص، فقللنا العدد إلى 50 شخص. استخدمنا اللي هي أجهزة قياس الحرارة، حافظنا على التباعد الاجتماعي داخل المسار أو داخل المخيم في الجلسات، داخل التنقل أيضا إذا وفرنا باص، نكون يعني بالعادة إذا كنا 50 شخص كفيهم باص قبل، كنا الآن 50 شخص كفيهم باصين، فبالتالي عشان نوزعهم بشكل معين. فإحنا يعني أنا لاحظت أن الفريق كامل اللي عندي شباب سعوديين
وتهمهم مصلحة المجتمع. جميل. عندهم مسؤولية اجتماعية رائعة جدا. أنا من دون يعني ما أطلب من أحد إنه يليت نبعد عن بعض، يليت ألاقيهم هم رايحين الكل يبادر. يطلبون من الناس يبادرون. يعني إحنا فخورين بالوعي هذا خصوصا بهالرحلات، إنها ما كانت ماخذة الانطباع إنها في مكان ضيقة ومكررة، وفي الحين التنوع الكبير هذا والقيمة فعلا السياحية من خلال استكشاف الأماكن. طيب أماني، السؤال حول أنه مع تعدد الفرق كيف أبحث عن الرحلة المناسبة لي، وأيضا أبغى تفاصيل الرحلة متى تكون الأيام عادة اللي تصير فيها رحلات الهايكينج والأوقات. رحلات آيكون مخصصة للسيدات، رحلاتنا تكون يوم السبت من الساعة 3 العصر إلى الساعة 10. الساعة 10 نكون خلاص دخلنا يعني وصلنا لمكان التجمع وخلاص الوقت. أنا حطينا الوقت محدود بهذه الطريقة لأن يوم سبت بكرة دوامات، اليوم هذا مناسب للعائلة أنهم يجتمعون فيه. بعدين المدة الزمنية هذه حلوة، الأجواء حلوة، ما في حر كثير نطلعه مثلا في الشمس ما ينفع. فهذه من الأشياء اللي احنا حددناها من ناحية الوقت. الفعاليات المناسبة مثلا الهايكن، الرحلات النسائية عموما أنا مو بس نسوي هايكنج، فالرحلات عندنا مثلا كل أسبوع أنا أنزل بوست فيه إعلان للرحلة يكون فيه إيش التفاصيل. مثلا عندنا ركوب خيل إن شاء الله حيكون عندنا في المستقبل، حيكون عندنا سياكل، حيكون عندنا، فكل رحلة مختلفة تماما عن اللي قبلها بس فيها حاجات مشتركة. مثلا إنها أول شيء نسائية، شيء ثاني إن فيها طابع الفن. أنا دائما أحب طابع الفن، جدا أحب أضيفه لأنه يضيف للبنات ويضيف لنا إحنا. موسيقى، رسم، تعلم هواية جديدة. يعني أجيب مدربات يعلمونا أشياء حلوة جديدة مختلفة عن موفقين يا رب. أسعدتونا بهالحضور، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مروان الشاطري وأنت منظم الرحلات الهايكينج، وأيضا أماني عبد الله وأنت منظمة لرحلات الهايكينج، شكرا لكم. سعيدين والله تواجدنا معاكم، شكرا لكم. حبينا نهديكم هذه. شكرا جزيلا. هذه صخور من العمارية. هذه اللي كانت من ينبيع الجنة اللونين. هذه من العمارية، من منطقة في العمارية جهة أصبع فيصل. جهة أصبع فيصل اللي لونها كأنها خشبي، لها اسم هالصخرة ولا بس اكتشفتوا جمالها؟ لا ما لها اسم بس جميلة جدا. جميلة حنكتشف إن شاء الله هالجمال. شكرا جزيلا لكم وشكرا على هالهدايا. الله يسعدكم يا رب. شكرا.